إذا عدنا من جديد متتبعي قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر الآن على قناة شوف تي في في هذه اللحظات، يعني باش نقربكم من حال واحد السيدة هنا ساكنة في دوار يزيكي، ضرب لك عليا كما هذه تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر في هذه اللحظة الآن. يعني هاد الناس هادو يعني بعد ما مر زلزال الحوز ودازت يعني ما يقرب على شهرين، يعني 60 يوم من زلزال الحوز، يعني هاد الناس يتسائلوا يعني بعد هاد المرور هاد الايام والشهور من بعد زلزال الحوز 8 شتنبر الماضي، واللي يعني ادى الى تشققات يعني تسبب في انهيارات كبيره للمنازل ديال المواطنين. فاليوم يعني هاد المواطن كيشوفوا هاد الحال، فهاد المواطن اليوم يعني تيدير واحد المجهود كبير باش انه يمشي عند السلطه وانه يفهم اشنو اللي عليه واللي ما عليه واللي ما عليه، باش انه يشوف المصلحه ديالو، يشوف الامور ديالو كما هو معلوم، كيفاش غادي يتم تدبير الملف ديالو فيما يخص هاد الزلزال، وكيفاش غادي يستفز من التعويض ديال المخطط الاستعجالي اللي كان عطى الانطلاقه ديالو صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. فهاد الناس هادو يعني المواطن بصفه عامه ما عرفش اش اللي عليه واللي ما عليه، خصوصا مع هاد المسؤولين، يعني تنشوفوا بان كاين واحد التجاوب ديال السلطه المحليه مع تساؤلات المواطنين، وكيفاش هادي هاد المواطن هذا كيفاش غادي يشوف الامور ديالو من هنا للمستقبل، واش غادي يبقى في هاد الحال هذا يعني في وسط منزل كله مشقق كله فيه تصدعات، يعني حنا على ابواب فصل الشتاء الله يدير الشتاء ويت الخير. فهاد الناس هادو يعني اللي ولاو عندهم تساؤل واضح وتساؤل مباشر يعني بخصوص الحال ديالهم والاستقرار، يعني واحد هنا على الاستقرار، هاد المواطن ولا تيتسائل بخصوص الاستقرار، الاستقرار يعني كيفاش غادي يستقر في هاد الوضعيه هادي، وكيفاش غادي يستمر داخل المنزل ديالو، كيفاش غادي يعيش في وسط المنزل ديالو رغم هاد المشاكل اللي كيعيشها والتشققات الكثيره اللي خلات بالنسبه لهم علامه استفهام كبيره، يعني بخصوص الاستفاده من التعويض او الترميم او الاصلاح. وتندوا حنا على كذلك رخصه الاصلاح، يعني هذا المواطن هذا كيفاش غادي يشد يعني رخصه الاصلاح والكيفيه ديال رخصه الاصلاح، وكيفاش غادي تسلم هذه رخصه الاصلاح هذا المواطن في حاله انه ما قرر انه يقوم بالاصلاح. السلام عليكم لالا، مرحبا بك معنا. السلام ورحمه الله فيك. الله يطول عمرك. اليوم جينا عندك للدار هنا في دوار يزيكي ضرب الكريان نشوفوا هذا الحال هذا، يعني قرب لنا من هذا الشيء اللي عايشه فيه. الله يرحم والديك، حنايا يعني راه الدرب كله عندنا فيه هذا الشيء، كله فيه التشققات والجيران كلشي. جات ديك النهار دابا دازت اللجنه ودخلوا شافوا هذا الشيء وقال لك حنايا نصلحوا عندنا، حنا من عندنا غير اصلاح اصلاح، ما بغاوش يقيدوني انا بعد التقييد، ما بغاوش يقيدوه لينا، تيقول لنا صلحوا راسكم. وانا دابا الشتاء هذه كلشي حوايجها هما فاسقين كلشي، وما لقيناش حنا حتى فين نجلسوا هنايا، ما باقيش لقينا حنا فين نجلسوا، ما قدرناش حنا نخرجوا كاع نديروا حتى حنا الخزانه ونديروها في الزنقه، لان حنا مرض، كنا عندنا امراض مزمنه، انا عندي مرض ديال القلب، عندي كلشي، عندي السكر، عندي كلشي، انايا تندق الانسولين، عندي مبوشي ليا عقاني فين تندير الرشاشه، وما عقلوش عليا، قال لك قعدي فيها هكا تتسرسر عليك وقعدي، والخشب قال لك حيدي خشبه ردي خشبه، واش حنا بينا نحاربوا العشوائي ولا حنا بينا نخليوه؟ قال لك كيفاش نحاربوا حنايا كاع البيت، انا راه مفرقع عندي الخشب كله مفرقع عندي، كل هاد الدنيا انت شتا كل هاد الشتا كل هاد الدنيا والخشب كله مفرقع، وتيسرسر علينا حنا التراب، ودابا الشتا كلشي فزاق لينا حوايجنا وفراشنا كلشي. هذيك الايامات فاش كان داك ثلاث ايام ديال الشتا كيفاش دوزتوا هذيك الايام؟ دوزنا هذوك قاعدين هنايا في هاد الدار هادي اللي فيها القزر، وتيقطر علينا حنايا هاد القزر، تيقطر علينا حنا هاد الشي، وناعسين فيه، ومشينا عندهم شحال مرة حتى حد ما بيهضر معايا، دخلت عندي هنا اللجنة، دخلوا عندي واللجنة قالت للناس تعقيد هاد السيدة خصها تخرج، هاد السيدة ما خصهاش تجلس هنايا. اللجنة فاش جات عندك لهنا قالت لك السيدة خصها تخرج من هنايا، ولكن الناس القيادة ما المهم ما داروش رد ديالهم بالفعل، قال لي اصلح اصلح، قال لك صلحي من عندك، علاش نصلح انا من عندي؟ ما قيدونيش حتى القياد، قيدوا الناس وحنا ما قيدوناش، قال لك حنا نصلحوا من عندنا. قال لك صلحوا من عندي؟ قال لي صلحي من عندي. ما سولتهمش علاش بغيت نصلح انا من عندي؟ لا معلاش بغيت نصلح انا من عندي، الناس بزاف دروك صلحوا من عندهم في الدرب عندنا هنايا، كاينين الناس بزاف كلشي صلحوا من عندهم، هاد السيدة دار بطح قال لك سيري صلحي، حنا يعني شبينا نصلحو، حنا منين جانا انا راجل كاع ما خدام، هي جالسه هو شتي واقف راس الدريبه، التراب ما فيه ما هو التراب، شبينا نصلحو فيه حنايا؟ حنا راه بينا نحيدو هاد الشي، زعما تنقولو هما واش بيحاربو العشوائي، واش حتى حنا عندنا شي دعم باش نبنيو؟ حنا راه بينا شي دعم تاع البنين، بنيو به ديورنا ونعيشو حتى حنا شي عيش كريم، حنا راه عينا بالديور الصافيح، شحال انا عندي 56 عام دابا في عمري، وراجلي راه عنده 60 سنه. الله يطول عمركم. الله ربي يخليك، الله
الله يبارك فيك. حنايا ما يمكنش حنا نبقاو نعيشو حنايا هاد العيشه حنايا هنايا وهادشي هو اللي مرضنا. هاد العيش حنا اللي عايشين تحت القصدير وتحت العواد وتحت الخشب والتراب، راه هو اللي مرضنا، جعلنا لهادشي، درنا كل مرض نفساني، مرض القلب، مرض السكر، الطونسيون، ها هو كلشي دوينا، هما تاع القلب تاع السكر كلشي تنشربو، وحتى حد ما دي المهم ما عندهمش هما رد الفعل ديالهم، راه ما عندهمش معانا. انا ما باقيش بيت نسكت، انا راه عييت، انا ما بقيناش بينا نسكتو، سكتنا حتى عيينا، سكتنا حتى شبعنا، ولكن لدرجه هادشي يريب علينا حنا، راه ما بغيناش يريب علينا حنا هادشي. كنسولك واش الشق بدا تيتزاد؟ قلتي لي بان الشق كله معاه. اي تيتزاد الشق دابا ملي تحرك ما تحركش زلزال تتعمر علينا حنا الدنيا، انا تسرسر وياك شتي كلشي تيسرسر. انا كندير انا تنعس تما، ما تندخلوش حنا تما نهائيا، ما تندخلوش ليه. حنا ما تندخلوش. البيت البيت بوحدو اللي عندكم؟ عندنا حنا غير هاد البيت وهاد القاع الدار اللي شتيها هي اللي عندنا. عندنا انت ما لقيناش حوايجنا فين نحطوهم. يلاه فاش دازوا دخلوا تبعوهم هاد السيد هذا جاري، تيجر فيهم تيجر فيهم، تيقول لهم دخلوا عند هاد السيده. ما هضروا معاه شي هضره، قال لي حنا ما غاديش تورينا انت فين غادي حنا ندخلوا. صافي بقيت انا تابعهم تنجيب فيهم تنجيبهم تدخلتهم هنايا، شافوا قالت لهم الجنا هاد السيده خصها تخرج من هنايا. الناس عقيده، قال لي لا اصلاح هادي، قال لي واحد نقز فيه واحد، قال لي تطبح نقز واحد منهم، قال لي هادي تطبح. وانا بقى فيا الحال على ديك نتاع ما يقولهاش عليا، انا مريضه وفعلا عندي وراقي تاع الطب الكبار، طب الكبار متبعه معاه ماما، عاطيني الراديويات ديال الراديو 140 عاطينو ليا، وما خليت فين مشيت تحت ما بغيتيرو ليا. كي تدوز هاد الايام، هاد الايام كل يوم تنعرفوا بانه البرد بدا، كيفاش المهم تي تدوز؟ تندوزو هنا حنا تنبعدو، هنا تنترعدو هنايا قاع الدار، تنبعدو في هاد قاع الدار هادي اللي فيها القصدير، هاهي كلها الشتا نحلولها من جناب وكلها تنباتو فيها هكا، والشتا هاد اليومات كلها تتسرسر علينا. الزنك يلاه الزنك هاد والبروده والبروده يعني البروده والزنك تتسمعي هكا الشتا ما تخليناش نعسو في الليل، طق 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 ما تخليناش حنا الشتا نعسو في الليل، والبيت تنشرشرا وحوايجنا راه ما فاقو من رحمه تصور داك الشيء، ها كلشي فازق لينا. لا حول ولا قوه. ما عطاوناش مره تاع الشيء. خرجتيهم لهاد الشيء حدا بعض. خرجتهم تمايا ما عرفتش فين نحط. حد واحد ولدي تندير ليه طلق حدايا انا تينعس، كاين ولدي معايا تندير ليه طلق هنايا. ما شاء الله. ما تيبيش ينعس. اخر مره فاش مشيتي عند السلطه اش قالت لك؟ واه مشينا عند السلطه ما تيديروا معنا حتى شي حاجه. ما داروا معنا حتى حاجه، جاو عندنا قلت لك تن هنا، قال لك هادشي والو عندكم انتم هادشي كي والو. ما يمكنش حنا كيوالو، حنا عينا في السكنه الصافي ما باقيش بينا نسكنو في التراب، حنا عينا هادشي وقت ما تجي الشتا وحنا تنتعذبو، وقت ما تجي الشتا وحنا تنباتو تنتخلعو. يلاه حنا ما يمكنش باقي بينا نعيشو هادشي، حتى حنا يعطيونا الدعم باش نبنيو، لا كان شي دعم تاع البناء يعطيوه لينا. شحال مره مشيت لهم القياده تنقول لهم راه كاين واحد الدعم نتاع الناس اللي تيبعو وبنيو بحال كاش، شحال مره انا رابت ليا وتنمشي عندهم تنقول يا زير تصلح من عندي. واش قادره تصلحي؟ واش قادره تصلحي؟ ما قداش نصلح، قال لك تصلحي، قلت انا ما قداش باقي نصلح، انا كنت صلحت ملي كنرجع. يعني الفلوس حتى. الفلوس يديهم كلشي الدواء. نعم. راجلي راه الفلوس كلشي يديهم، هاي الجمعيات قلت لك ها انت ها الجمعيات تعاوني، ها هما الجمعيات، ها جوج جمعيات عاطيني الورقه باش ندير الراديو القلب، جوج جمعيات عاطيني ولكن ما كملتش، عاطيني هاد الدوسيات فيهم 50000 قال لي كملي 90، الراديو تاع القلب داير 140. اش باش بغيت نصلح انايا راجلي ما خدامش سنين هادي، كي جالس حرقات لي الشركه وجالس. باش بينا حنا نصلحو، شحال مرة كان سميت فيه عطو داكشي المعاونة، عمر حنا ما عطانا شي حدا، وعندي لاباط ما عمر ما عطاوني شي حاجة. هذيك الاستفادة الاستعجال اللي خرج سيدنا ديال 50000 ريال تسجلتي فيها؟ مازال ما عطاونا، ما تسجلنا ما والو، ما فرصنا حنا حتى شي حاجة، ما سجلوناش، ما سجلوش هاد الدرب، قلت لكم ما سجلوناش، ما سجلوناش حتى حنا، خرجونا مشيو حنا نسكنوا شي بلاصة مزيانة. يقول لك حقا قعدي تما، فين بغيت نقعد انا هنا؟ نقعد انا نموت، انا اصلا ميتة، فين نقعد انا نموت؟ ها القلب في دابا هاد الورق تيتشد على القلب، راه 16 عام دابا وانا كنعاني انا من القلب. والله يدير شي تاويل الخير. شنو هي الرسالة ديالك للمسؤولين المهم؟ انا الرسالة تاعتي للمسؤولين بانهم حنا حنا بحالنا بحال الناس، حنا بينا نعيشو عيش كريم، حنا بينا يخرجوا لنا الدعم باش نبنيو، حنا حنا الدور الصافح وهاد الدور تاع التراب، حنا كاع الناس تاع مراكش كلشي باقي الدور الصافح، كاع هاد الشيء اللي شتي عندنا حنا في هاد الدوار ذكي راه كلشي الدور تاع التراب والدور تاع الصافح، والناس مساكن مكرفصة، ماشي هاد الشتا شحال راب، الشتا كلشي شحال راب تاع الدور شحال تشقو تاع الدور. والناس مثلا قاعدين تيلبقوا تيلبقوا، راه الدرب عندي هنا النص فيهم لبق، انا ما عندي باش نلبق، وغادي باش ما بقيتش بغيت نلبق انا هادشي، حنا ما بغيناش نلبقوا، حنا حنا بينا الدعم ديال البني. يعني بيتي تعرفوا تعطيكم يعني تستافدوا، اذا كانت استفاده تستافدوا. الاستفادات حنا بينا نستافدوا، كلشي الناس اللي عندهم الديور تاع التراب والديور تاع الصافي كلشي يستافد. نعم. ماشي يجي يقول لنا حد حيدوا خشبه وردوا خشبه. اللي حيد شي خشبه يرد خشبه ويرد التراب، حنا ما باقيش بينا نسكنو السكنه تاع اليوم. انا نحيد عواج ومفزر من القلب دابا، مشاو معايا وتشوفوا دابا نشوفوا ان شاء الله الطار. حفروا الحيط ووقفوا السريان، وقفوا السريان جبر الحيط. لا الحيط انا يا راه الشطره كيجبر، الشطره تتخشي فيه السريان، راه ما يمكنش الشطره تخشي فيه السريان، راه واحد النهار انا كنت خشي لي السريان على الجيران وتفرقع عليا الحيط.
منين انت مشيت جبتني معلم وسديته وفجج الزلزال راه كلشي فين ما كانش شي شقره تفرقع فين ما كانش شي شقره تزلزل. حنا ما باقيش بينا نعيشوا هذه العيشه. حنا بينا يعطيونا الدعم ديال البني تا حنا بينا من جلاله الملك الله ينصرو الله يحفظه والله يشافيه تا حنا بينا الدعم ديال البني كاع ديال الصافي بينا الدعم ديال البني تا حنا بينا نبنيو ديالنا بينا نعيشوا عيش كريم. حنا عينا بالطراف وعينا بدور الصافيح وعينا راه 56 سنة عندي وراجلي عنده 60 سنة ورانا خدامش هي جالس راه ما عندناش حنا من اللي نصلحو وهما داروا داكشي اللي بداو اللي بغاو وخلاو اللي بغاو. عيصاب الله رحالة المهم تعديد الله شتا ويت الخير. إذا كما تابعتم أنا متتبعين من خلال هذه المباشر في هذه اللحظات حنا في دوار زيكي بالبومبا كما تشوفوا ما شاء الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني المواطن فقط يعني كما تشوفوا الحال ديال الناس المتضررين بصفة عامة مجراء زلزال الحوز يعني كانت تساؤلات مباشرة وواضحة واش هاد الناس اللي استفدوا من رخص الإصلاح واللي فيها علامة استفهام كبيرة بخصوص علامة رخص الإصلاح يعني ماشي جاو عطي رخصة الإصلاح انه باش انه هاد الناس يتسلموا اليوم اللي متضررين بمجراء زلزال الحوز يتم التسريع في المساطر باش يتسلموا رخص الإصلاح ويبداو العمل في إصلاح المنازل ديالهم. انتم راه فاهمين بطبيعه الحال والفهم يفهم اللي بغى رخصه الاصلاح خاصو ما هي وما لونها باش انه يشد رخصه الاصلاح. عاد زيد بالاضافه انه هاد الناس يعني كانت تساؤلات كبيره بخصوص يعني المساعدات الاستعجاليه اللي عطى سيدنا الله ينصره ويطول في عمره يعني تشوفوا يعني يعني كيفاش تتم الاستفاده ديال هاد الناس هادو من المساعده الاستعجاليه وكذا كيفاش تتم تدبير الملفات ديال المستفيدين من المخطط الاستعجالي. اسئله كثيره وكثيره جدا وللاسف السلطات المحليه والمجالس لا تعير اهتماما للمواطن ولا يعني ما تتجاوبوش مع التساؤلات ديالهم ما تتجاوبوش مع يعني الامور. حنا تنقولوا المؤسسات كلها ما في خدمه المواطن ولكن العكس صحيح يعني المسؤول غائب كل الغياب يعني باش انه يتم توضيح الناس يشوفوا الملف ويتم عرض الملف ودراسه الملف ويجيبوا هذاك السيد مول الدار ولا مولات الدار ويقعدوا معاه يقولوا له ها اللي كاين وها اللي كاين واللي خاصه واللي ما خاصوش كيفاش دير كيفاش ما دير واش انت مستفد من المخطط الاستعجالي ولا ما مستفدش واش يعني غادي تستفد من الاصلاح ولا ما غادي تستفدش. يعني اسئله كثيره وكثيره وللاسف تنشوفوا بانه غياب التواصل تنعاود ناكدها ونقولها غياب التواصل هو اللي دفع لهذا الشيء كما تشوفوا معنا متتبعينا. فهذه رساله لكل مسؤول تتمنى انه مسؤول يتحمل المسؤوليه ديالو ثم كل واحد تيتحمل مسؤوليته في اموره يعني سواء اللي عنده محل او عنده اسره او عنده يعني الالتزامات يعني كل واحد تنشوفوا بانه تيشد الامور بالمسؤوليه اللي على العاتق ديالو فالمسؤول خصو يلتزم بالمسؤوليه اللي على العاتق ديالو لانه في الاول وفي الاخير هو يعني في هذيك المسؤوليه الا لخدمه المواطن والصالح العام بصفه عامه. مابقى نشكركم شكرا لكم على حسن المتابعه.